مرحبا لكل مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. بتامل تكونوا عم تقضوا نهار احد حلو برفقه برامج ام تي في الايف. اليوم فقره كتاب لليوم الاحد، وضيفتنا مميزه هي هيفاء العربي، مهندسه وكاتبه وباحثه في علوم الايزوتريك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. انت مش اول مره معنا؟ اكيد ثالث مره. تاني مرة. إذا مش خينتني ذكرت. تاني مرة. أهلا وسهلا. أنت مهندسة، والماسة السوداء هي الرواية الثالثة لإلك ضمن سلسلة علوم الإيزوتريك بعد روايتي وتحقق الأمل وامرأة من المستقبل. خبرينا شو أعطتك تجربة الكتابة؟ تجربة الكتابة مهمة جدا. وقبل الكتابة أنا لما بلشت اطلع على علم الايزوتريك تعلمت اقرا وتعلمت اصغي، بعدين بلشت الكتابه. الكتابه مثل ما صرت بتعرفي يعني من اللقاءات المختلفه هي تقنيه اساسيه بعلم الايزوتريك، وبلشت انا بكتابه مقالات بعدين محاضرات. نحن بمحاضراتنا الدوريه بمركز الايزوتريك لما وصلت لكتابه الروايات وحضرتك روائيه، كانت تجربه نوعيه بحسها أنا أو بسميها تجربة إنسانية مشتركة بين الكاتب وبين القارئ وبين الناس بشكل عام، لأنه هالتبادل الأفكار وتبادل التجارب. وأوقات لما بتقرأ كتاب بتحسي ببعض المحلات الكاتب عم بيعبر بلسان حالك، فتجربة كتير غنية وتجربة تواصل أساسية ومهمة. يعني قد إيه من الناس الموجودين أو هالشخصيات يلي بتقابليهم بالحياة ممكن يكونوا هن الاساس لروايتك او لا؟ ثلاث ارباعهم بيكونوا هن يعني الشخصيات الموجوده هن انت هالشخصيات. هو اثنيناتهم مع بعض. يعني باول روايه وتحقق الامل كانت روايه حقيقيه، غيرنا صحيح. شوي بالاسماء. امرأة من المستقبل والماسة السوداء هن اسقاطات لشخصيات انا بعدني بتذكرها كثير منيح، وتحقق الامل، وبرجع بقول للمشاهدين لازم يقروها كثير حلو. ميرسي. الامرأة من المستقبل والماسة السوداء شخصيات حقيقية بس ركبتها، يعني شخصيات مركبة. ومن خلال دراسة الإزوتريك، دراسة الإزوتريك هو دراسة للنفس البشرية. والكتابة كمان هي مرآة للنفس. يعني أنا بدرس نفسي وبدرس الآخر، وفي أمور كتير بتشدني يعني من هالمراقبة هيدي بحطها بالإطار الروائي. طبعا إطار روائي هادف لأنه عم نكتب ضمن علم الإزوتريك اللي هو علم الوعي. طيب قبل ما نفوت بكل هالديباج وكل هالتفاصيل، خبرينا شو قصة الماسة السوداء. الماسة السوداء قصتها قصة. الماسة السوداء بتخبر عن جانب من الحب مثل ما علم الإزوتريك بيقدمه. بتحكي عن الحب الأصيل. ببداية الرواية إذا سمحتي في مثل تعريف شو بتعني الماسة السوداء. الماسة السوداء في النفس البشرية هي كل ما ندر من صفات وممارسات. هي الحب النادر الوجود الذي يؤسس لنموذج المرأة النادرة والرجل النادر في سعيهما معا جنبا إلى جنب لصقل الوعي في النفس. إنهما نموذج امرأة المستقبل ورجل المستقبل في مستقبل الوعي البشري عبر الحياة وبعد الممات. بتخبر الرواية قصة اثنين بحبوا بعضهم، بيرتبطوا، بعد الارتباط بيكتشفوا بعضهم أكثر. هالاكتشاف هيدا اللي هو منه كتير اكتشاف، بيخلق تصادم كتير قوي، ببعدهم، بيوقعوا بمشاكل كتيرة من ضمنها يعني البطلة بتقرب كمان حتى على الخيانة. بعدين لما بتتعرف على علم الوعي، هي بتكون تعرفت سابقا يعني، بس بعدين بتصير مثل تسأل وتتساءل وتفتش، وهي فعلا بتحب هالشخص هيدا بس بصراع. سو بتبلش تلاقي نفسها، بتبلش تفهم، وبترجع بصححوا مع بعض الأخطاء. لما بيصححوا بنوصل لقمة الدراما بالرواية، لأنه بيموت البطل، بترجع بتفوت بمعاناة مختلفة فيها صراع كتير قوي، صراع تتحافظ على حبها وصراع تتحافظ على نفسها.
وبهالإطار هيدا يعني. الماسة السوداء هي بالفعل كل ما ندر في النفس البشرية، وهي بتحكي عن الحب النادر، الحب الأصيل مثل ما بيعرفوا الإزوتريك، الحب المترابط بالوعي. شو الحب؟ في حب أصيل وحب غير أصيل؟ هو مش حب غير أصيل. الإزوتريك لما قدم الحب قدمه مرتبط بالوعي، يعني مش قدمه بس كمشاعر أو كنزوة جنسية، قدمه كتأسيس، لأنه علم الإزوتريك وضع منهج بكتب تخطت 70 كتاب وبأكثر من 6 لغات، يعني أساسه عربي وأكثر من 6 لغات أجنبية. وضعه كمنهج. المفهوم الإزوتريك عن الحب يختلف. لا يختلف لأنه بيركز كيف ندخل الوعي على الحب، كيف بدنا ندخل على الوعي على الحب بطريقة نجمع الفكر والمشاعر مع بعض. لكن ما حدا بيختلف على موضوع أنه الحب أعمى، وهل فينا نفصل الحب عن الجنس؟ ما هو يعني هن اثنين بيكملوا بعضهم. هو الإزوتريك ما بده الحب يكون أعمى، بده الحب يكون مفتح، لحتى يعني مثل بالرواية، مثل ما أجا بالرواية حبوا بعضهم تنقول حب أعمى. يعني حب ما دخل بالتفاصيل كتير. ليه هالتفاصيل تتنزع الحب؟ خليه يفتح، يفتح من خلال الوعي، لأنه اثنيناتهم أشخاص مريدين للحب. بس لما بنكون عنا وعي بالحب، نحن 3/4 الأوقات ما بنعرف ليش بنحب هيدا الشخص وليش ما بنحب هيدا الشخص. صحيح. وحتى في صفات كتير في ما بتعجبنا أو ما بتشبهنا، أو ممكن نكون عم نفكر بشخص تاني، بنلاقي حالنا انغرمنا بغير واحد ما بنعرف ليش. هيدا اللي ما بنعرف ليش، هيدا كله هيدا هو الحب. هو يعني من أيام آدم لحديث اليوم هو هيدا الواقع. الإزوتريك شو عم يعمل؟ عم يجي يضوي على الواقع وعم يطرح السؤال، هل نحن لازم نستسلم لهالواقع ولا فينا نطوره في مكان ما؟ لأنه إذا نحن طورناه هالحب هيدا بيصير شغف دائم، ما بس يصير قرار كمان. لازم يصير قرار بمحل. يعني أنا بقرر أحب إكس لأنه أنا بقرر حبه. لما حبه أنا لازم أقرر نمي الحب، يعني أنا ما لازم أستسلم للاختلافات. في فيكم محبة بس ما فيكم حب وشغف ورغبة بالآخر. لا، ما هي ما فيك تجبري حالك. قدين إحنا منفوت أو منلتقي أو ممكن نختبر قصص حب واندفاع وكل هالأمور هيدي، بعد شوي بينطفي وبيموت يعني، ويمكن بينتقل الشخص لغير مراحل، تجربة أخرى وتجربة أخرى. شو عم نتعلم؟ هلا يمكن هيدي معك حق فيها بالمرحلة الثانية، اللي هي الواحد لازم يكون ذكي كفاية تعرف يضل مولع، أو تعرف يسقي هالنبتة تضل عايشة وهالوردة تضل تعطي عبير. مزبوط. لكن بالمرحلة الأولى ما فيك أنت تقولي أنا بدي أحب، بدي أقرر الحب. الحب منه قرار، الحب هو مشاعر. فيني أقرر أنه أنا بريد يكون في حب بحياتي. اوكي، هيدا السعي البشريه كلها بالضبط. نحن هيدا القرار هو يعني يمكن يجي بعد او قبل حسب تجربه كل شخص وحسب حياه كل شخص. بس الفكره الاساسيه والفكره المهمه هي انه الازوتريك بيعالج الباطن والظاهر، مش بس الظاهر. نحن معودين بالحب وبغير الحب، بالعمل بكل علاقاتنا معودين على الظاهر. يعني مثل الثمره، لا بس عم تشوف القشرة من برا مش عم تشوف الداخل تبعها. إذا بده يوصل شيء يضرب القشرة من برا ما حيبلش بس من برا، بده يكون بلش من جوا. طبعا هالأمور هيدي بيطلع عليها الإزوتريك بشمولية. طبعا النفس البشرية واسعة وكبيرة وشاملة وتجربة لا تنتهي، بس ما حدا بيكره التطور وما حدا بيكره الوعي، وأكيد أكيد ما حدا بيكره الحب. يعني إذا فينا نتحكم بمشاعرنا ونتحكم، ما كان ولا حدا بكي ولا كان حدا زعل. مش نتحكم، هي مش تحكم، لأنه التحكم ممكن ينتج عنه كبت. مش تحكم، لا، نفهم مشاعرنا، نفهم، ندخل عليها، يعني بدون ما نقتل المشاعر، لأنه المشاعر حلوة. يعني المشاعر بدون فكر مثل سيارة بدون فريمات، والعكس بالنسبة للفكر. يعني إذا بدنا نمشي الفكر، يعني الواحد يمرن حاله، وأنا مع 100% مع هيدا الموضوع، بده تمرين وبده دراسة. مثل ما بلشنا بالحديث، الكتابة عم تعملي دراسة. هالدراسة هيدي ما بتغني بشي جديد، ما بتعلم بشي جديد. ولما أقرأ أنا تجربة شخص كتب وشاهد وشاف وحطها بأفكار، هيدا غنى وهيدا تواصل إنساني. هيفا أنت بتكتبيهم هول، بيقرون العالم بكتابك، أنت بتطبقيهم بحياتك؟ بتعرفي تقدري عندك هالكنترول؟ أنا طبقت بعدين كتبت.
يعني مش بكتب بعدين بطبق، لأنه أنا بلشت دراسة الإزوتيريك كانت مفاهيمي مختلفة جداً للحياة، وكانت منا مرتبة، وشخصيتي كانت مختلفة. الإزوتيريك فتحني، الإزوتيريك علمني كتير أمور وخليني أشتغل على نفسي حتى أتغير، وأتغير بتعبير وبحرية. رواية الماسة السوداء بتوقع مثل ما عم نحكي ضمن الأدب الباطني، وهي رواية اللي بتعالج العلاقة بين الشريكين، الحب والصداقة والموت. ليش طرقت لموضوع الموت؟ بتخافي من الموت؟ فكرة الموت أنا مرقت فترة كتير كانت تشغلني، كمان من منطلق أنا شو عم بشتغل وطبق بالإزوتيريك، أنه يوماً ما هيدا الشيء بده يحصل، بده يحصل لإلي، بده يحصل لشخص بحبه، بده يحصل هيدي الحياة يعني. صحيح. وعم نسمع على شاشات التلفزيون كل يوم أخبار كتير. صحيح. بس يمكن ما بنتأثر كتير لدرجة لأنه نقول الموضوع بعيد عنا. مزبوط. أنا حبيت أتطرق للموت من بلش معي الموضوع تساؤل. أوكي. ومن منطلق فهمي لشو يعني الباطن، بدي أوضح فكرة. علم الإزوتيريك بيشبه حالة النوم بموت مؤقت. يعني نحن بحالة النوم منعيش حياة الباطن. وبالإزوتيريك ما في موت، في تواصل استمرارية للحياة. بس هيدا ما بيعني أنه ما في عذاب، ما بيعني أنه ما في ألم. هالتجربة هيدي وهالسؤال خلتني أنا حاول فوت بموضوع الموت من 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 منطلق مختلف، يعني من منطلق شو يعني الاستمرارية، وكيف صراع النفس بيتأجج لما بيواجه هيك موضوع أو هيك. بالنسبة للخوف، أنا كنت خاف من الموت، أنا هلأ عندي رهبة من الموت أكثر من ما هي خوف. يعني بجرب أفهم، وحتى كتير بحاول أقرأ. هذا التعلق بالحياة هو اللي بيخلينا نخاف من الموت؟ خوف من المجهول، لأنه الموت هو مجهول كبير بالنسبة لنا نحن، وأكيد تعلق بالحياة، لأنه كمان في محل بالرواية بتكون بطلة الرواية قلقة جدا من مرض جوزها، وبيكون جوزها بيصير يحدثها كتير عن الموت بشكل يعني بيخلق لها خوف كتير قوي. فبتستشير المعلم، بتقله، بتكون عم تسأله إنه يعني كيف أنا بدي واجه هالحالة هيدي، كيف أنا ممكن أعيش أو أخسر. بيكون جوابه إلى يا ابنتي، هذه اللحظة تحمل زخم الحياة بكاملها، وكذا كانت اللحظة التي سبقتها وستكون تلك التي تليها، لكن هذه اللحظات تمثل ذاكرة الحياة وليست الحياة. اللحظة وحدها هي الحياة، فلا تفوتي عليك فرصة وعيها. عيشي الحياة ولا تكتفي بذاكرتها، لديك كل شيء الآن. اعتني بإيلان، هو بطل الزوج يعني، اعتني بإيلان ولا تفكري في الفراق. يعني هي بتشغلها فكرة الموت لدرجة بتصير كأنها موجهة كليا لها الفكرة هيدي. هو طبعا حوار طويل بيقلها أنه أنت عم تخسري كل لحظة عم تعيشيها، لأنه أنت عم تفكري بس بالموت، حتى لو عم تفكري بالموت من منطلق الوعي. إيلان، شاليمار، مين بعد؟ في نوران كمان. أسماء منا كتير كامن، بس بعرف ناس عندي صديقة اسمها شاليمار، وعندنا ابن جيراننا اسمه إيلان، فموجودين. وفي برفيوم اسمه شاليمار كمان. نعم، بس أسماء منا كتير كامن. ليش اخترتي هالأسماء؟ في لهم دلالة معينة؟ أي هو أنا كتير بدأ أنا أيضاً، يعني شاليمار بتعني هي كلمة سنسكريتية الأصل، لأنه كمان الإزوتريك بيوجهنا على علم الكلم، يعني نفتش على أصل الكلمة. بتعني مسكن الحب. نوران هي من نور، يعني النور المزدوج. وإيلان هي مركبة من كلمة إيل نوران وآن. اسم تركي. أنا اللي قصدته بالمعنى العربي من كلمة نور. وإيلان إليا فيها كلمة إيل كمان. إيل وآن يعني إيل اللي هو الإله، والآن اللي هي اللحظة. أوكي. إله اللحظة إذا بدك. نعم. شاليمار. شاليمار مسكن الحب. مسكن الحب. هي كلمة معناته. هي معناها إذا بتفوت على الديكشنري abode of love، هي كلمة سنسكريتية الأصل. حلو. الرجال بكتابك عطيتيه هيك
شكل مش شكل حلو، مضمون حلو، مضمون وشكل. الرجل في محل بتقول له ميساء لإيلان، بتقول له الجمال لا يقتصر على المرأة بس، كمان الرجل جميل، وبتحكي له بتوصفه من خلال حبه هو كيف جميل. أكيد الرجل جميل لأنه ما في معنى لشيء يمكن يتحقق بالحياة إذا ما كانوا في مشاركة بين المرأة والرجل، ومن ضمنهم الجمال، يعني بدهم يكونوا مشتركين بصياغة هالحالة. شو الجمال اللي عم نحكي عنه المهم عند الرجل؟ جمال الداخل، جمال المسلك، جمال الشخصية، الذكاء، المعاملة. كيف الرجل بيكون رجل؟ رجال مثل ما بيقولوا باللبناني. باللبناني يمكن تختلف. لا ما بعتقد تختلف بلا مطرح، بلا مطرح بكل بلدان العالم. مزبوط، معك حق. هو الرجل الواعي، وكمان المرأة الأنثى هي المرأة الواعية. الرجل اللي ما بيستحق إذا غلط يقول إنه غلط، وما بيستحي يصحح لما يغلط حتى لو كانت طريقته مش شفهية، لأنه التصحيح الفعل هو أهم من تصحيح الشفهي أو تصحيح الكلامي. الرجل المسؤول اللي عنده جرأة يواجه، الرجل الذي يحتضن، الرجل اللي يشارك بكل التفاصيل حتى لو كانت تفاصيل ما بيحبها، وكمان المرأة لازم تشارك بتفاصيل حتى لو كان في تفاصيل ما بتحبها. المهم يكون في تلاقي، المهم يكون في تواصل. هيدا المرأة الواعية والرجل الواعي. نعم. على كل حال حكيت عن خيانة عند المرأة، في حين نحن نعرف أنه الرجل هو أسهل أنه هو يخون. مظبوط بشكل عام. ليش؟ لأنه إذا بدي أرجع يعني حسب علم الإزوتريك بيحكي عن الإزوتريك بيساوي بين المرأة والرجل، لأنه ما بيوافق على شيء اسمه أنه حدا أفضل من حدا أو هالأمور هيدا. بس الاختلاف هو بالتكوين، بشو في صفات فاعلة وصفات غير فاعلة. المرأة عندها ميل للمشاعر أكثر، الرجل عنده ميل للفكر أكثر. عاطفة المرأة بتخليها تتردد أكثر بفعل الخيانة وبتشدها أكثر للدفء العائلي. الفكر عند الرجل بحيد العاطفة وبيطحش، يمكن يفيق بعدين حسب شو عنده ضغوطات حياتية، حسب حياته الزوجية مرتاح مش مرتاح، سعيد أو لا. أنا طرقت للخيانة بالمسا السوداء من منطلق تأثير الخيانة بالباطن، لأنه علم الإزوتيريك كتير بيوضح تكوين الباطن وشو اللي بيأثر، يعني نحن شو منعمل بحياتنا إرادياً أو لا إرادياً، وعياً أو لا وعياً، وشو بيأثر بالباطن بدون ما نحن ننتبه. الخيانة بتأثر بالباطن، بتقوي الصراع الداخلي حتى لو الشخص ما كان واعي. يعني نحن مثلا النفس متقلبة، بتعيش حالات تناقض، قدام خيارات صعبة بتعيش بقلق طبعا. بتعيش الخيانة، وأي مش بس الخيانة، أي توجه مسلك تفكير سلبي بيقوي الصراع، بيخليه يستشري بدون ما الشخص ينتبه، وإذا انتبه بيكون أقوى لحتى ينبهوا انه في شيء غلط. هل عم نحكي عن فعل خيانه جسديه او بيكفي انه الواحد يرغب بالشخص الثاني بعقله بفكره هو الجسد حتى يكون فعل خيانه؟ الفكر هو القائد، الجسد هو المنفذ. الخيانه تبدا كفكره. هلا اكيد لما نوصل للتنفيذ، مثل انا ماشي بالسياره كنت رح اعمل حادث، ماشي كثير بسرعه كنت رح اعمل حادث، اكيد التاثير اذا بعمل حادث اقوى بكثير. بس كوني ماشي بسرعه هيدا بحد ذاته تهور. كمان التفكير كفكره، مجرد ما وجدت الفكره معناتها وجدت البذره السلبيه اذا بدك، البذره اللي ممكن اللي طبعا لها اسباب عديده، يعني أكيد الأسباب. ما في شيء، يعني الإزوتريك هو علم السبب والنتيجة، ما في شيء بيخلق من ولا شيء. بس المسببات مثل ما هي موجودة بالآخر بتكون موجودة بالشخص نفسه. يعني بالمشاركة بالحياة المشتركة ما في خطأ مسؤول عنه شخص واحد، ممكن يكون الأوعى مسؤوليته أكبر بالموضوع، بس المسؤولية مشتركة بين الشخصين. يعني نعم. كيف عالجت الخيانة؟ علاجتها فرجيت سلطت ضوء على ميساء كيف تأجج الصراع جواتها وليش تأجج هالصراع هيدا. نترك كل هالمواضيع وموضوع الموت وموضوع كل هالقصص، ما بدنا نخبر كل شيء للمشاهدين، اوريدي صار عندهم فكره كامله وواسعه عن الروايه المسا السوداء. مشاهدينا كانت
روايتنا لليوم بفقرة كتاب. شكرا لك هيفا العرب. شكرا. أهلا وسهلا فيك ونطرين إصداراتك الجديدة. أكيد. بس بدي واجه المشاهدين على موقع الإزوتريك ezoteric-lebanon.org، وبحب أدعي على محاضرات الإزوتريك الدوري، هي مجانية والدعوة مفتوحة للجميع. ومرسي لك ولفريق العمل للإم تي في. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا، بتأمل تكونوا استمتعتوا اليوم بفقرة كتاب. بتمنى لكم نهار أحد روعة بهالطقس الكتير حلو، وما تنسوا أنه مفتاح القلب كلمة والجميع جميل بيبلش من هون. باي باي.